بل عمر رضي الله عنه قد طعن الطعن التي قتل فيها، مات بعدها، استشهد رضي الله عنه بخنجر مسموم، مسموم. شوف الحال له فيها، حالة وفاة، حالة موت، ومع ذلك دخل شاب قد جر ثوبه ويقول أنت عمر وأنت عمر، يعني يطمئن أنت مقبل على الله عز وجل، على رب الرحيم ونحو الكلام. ما سمعنا إلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بكر عمر، وما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بكر عمر، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وراضي عنك، ولا يلتفت هذا الكلام. فلما ولى لمح ثوبه، يجر ثوبه، والله ما قال قولوا له ولا قال إيش انصحوا، ماذا قال؟ قال ردوا عليه الشاب، ردوا عليه الغلام. لما ردوا إليه، وإلا هو بنفسه هو بيموت يا أخوان، ها بيموت، بل مات بعد هذا الجرح. فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. القصة في صحيح البخاري، مقتل عمر. فلا يستهين بها المسلم، سبال ثياب لا يستهين بها المسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله أو حليه، فقال لا ينظر الله من جر ثوبه خيلاء. قال أنا لست خيلاء. في حديث آخر قال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، ما قال خيلاء، قال في النار. هذا وعيد وهذا وعيد، فأنت بين رجلين، إما أن تكون جررته خيلاء فلا ينظر الله لك، وإما جررته ليس خيلاء فما أسفل الكعبين من النار. بل وفي حديث قال إسبال الإزار من الخيلاء أو من المخيلة، هو نفسه خيلاء، وليش ما ترفع ثوبك؟ تكبر، صح ولا لا؟ لا، ما نترك دين الله عز وجل شيئا فشيئا حتى يذهب الدين. تكلم، صحيح الناس اليوم مو حولك، معلش مو حولك، ما يعني هذا انك تسكت. لذا سكت، لان في بعض الناس هكذا يقول اذا انتشر المنكر وما عاد النصيحه تنفع، وخلاص الناس عرفت ان الزنا حرام، بعد لا تقول حرام لان انتشر، والخمر حرام، والتبرج حرام، والربا حرام.